السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، حيث نخصص هذه الحلقة للتعليقات والتساؤلات والرسائل التي وردت إلينا حول ما جاء في شهادة عبد الحكيم حنيني على العصر، أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام وأحد الأسرى المحررين، والتي قمنا ببثها خلال الأسابيع الأحد عشر الماضية. وأود بداية أن أشكر ملايين المشاهدين الذين تابعونا في جميع أنحاء العالم، لا سيما الذين أرسلوا إلينا الرسائل من كل أقطار الأرض وأطراف الدنيا تقريبا، إما يرسلون فيها التحية والورود والسلامات إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام ورجالها وأبطالها، أو الذين لديهم تساؤلات، أو حتى بعض الذين لديهم انتقادات. وأود أن أقول للجميع أني اطلعت طيلة الأسابيع الماضية على كل ما كتب تقريبا من آلاف التعليقات والرسائل، ولو قضيت عدة حلقات لقراءتها أو طرح ما فيها أو الرد عليها ما كفيتها ولا وفيتها، لكنها في مجملها تشعرني وزملائي في الجزيرة وفريق برنامج بلا حدود وشاهد على العصر أننا نقوم برسالتنا حول زيادة مساحة الوعي وتقديم الحقيقة للناس، وهي رسالة الإعلام الحقيقية التي تختلف كثيرا عن رسالة التضليل والتزييف والنفاق والأكاذيب التي يقدمها الآخرون، لكن وعي المشاهد يبقى دائما هو الميزان في عالم مفتوح. وإن كنا نعترف بأخطائنا وهفواتنا التي هي نتاج بشري طبيعي لكل مجتهد، لكننا لا نصر عليها ولا ندافع عنها، وإنما نسعى دائما للتصويب والتصحيح، مسترشدين بآراء المشاهدين ورسائلهم حتى نكون بحق في خدمتهم. وهذا شرف لنا أن نقدم لهم دائما ما يأملون معرفته، ونضيف لهم دائما ما يزيد مساحة الوعي لديهم. ورغم آلاف الرسائل والتعليقات التي وصلتني، إلا أني أرحب بالمزيد منها على الهواء مباشرة الآن لطرحها على الضيف عبر عناوين البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة عبر فيسبوك وتويتر. أبو حذيفة، مرحبا بك. أهلا بك أخي أحمد. يعني أنقل إليك تحيات الملايين، وقد نقلت الكثير أو ذكرتها في المقدمة، لكني قبل أن أبدأ في بعض الأسئلة التي تتعلق بالشهادة، لأن هناك مئات أو ألاف الأسئلة جاءتني لا تتعلق بالشهادة، أعتذر من المشاهدين في أني لن أتعرض لها، وإنما سأتعرض فقط لما يتعلق بشهادتك وما جاء فيها. سأنقل بعض التعليقات أيضا التي جاءتني، قضيت وقتا طويلا في التصنيف والترتيب، لكني قبل ذلك أود أن أترك لك المجال، لأن هناك بعض الملاحظات التي جاءتك أنت من الأسرى في السجون، أو أيضا أنت استدركت على بعض المعلومات وبعض التشكيك في بعض المعلومات التي كنت قد طرحتها لك. أترك لك المجال بداية لكي توضح ما تود توضيحه. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقدم بداية باسم كافة إخواني الأسرى الذين تواصلوا معنا عبر عائلاتهم وعبرهم أيضا، الشكر الجزيل للأخ أحمد منصور ولفريقه العامل ولقناة الجزيرة التي أعطت هذه المساحة الممتازة من أجل طرح هذه المعاناة الإنسانية التي يعاني منها آلاف الأسرى والسجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وكذلك أقدم سلاماتي وتحياتي الحارة إلى إخواني وأخواتي في سجون الاحتلال بكافة فصائلهم الوطنية والإسلامية جميعا، فردا فردا إليهم في سجون الاحتلال، وإلى أهاليهم جميعا في وطننا الحبيب فلسطين. أمر على ملاحظات سريعة في بعض التعديلات. فاتني أن أذكر جهد مبارك لأحد المجاهدين الأبطال، اللي هو الأخ المجاهد الأسير الذي ما زال يقبع في زنازين الاحتلال، الأخ عبد الناصر عيسى من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، والذي أسس خلية عسكرية هو وإخوانه منذ نهاية الثمانينات. كذلك لا فاتني أن أذكر الجهد المبارك الذي قام به الأخ المجاهد سعيد بدارني والأخ الشهيد المجاهد أيضا محمد عزيز رحمهم الله جميعا. وهنا لابد الإشارة أن هناك بعض الإخوة قد فهموا أنني أرشف وأرخ لتاريخ كتائب عز الدين القسام في فلسطين، وهذا طبعا يعني تاريخ كبير جدا أنا لا أطيقه، لأني لم
لم أعاشر كل ما حدث هناك. بدايات القسام كانت في قطاع غزة الحبيب، هناك بدأت الخلايا الأولى، فلذلك أنا لم أمر على هذا التاريخ، تحدثت فقط عن تجربتي الشخصية وعن منطقتي في شمال الضفة الغربية أو في الضفة الغربية تحديدا. اتصل بعض الإخوة فيا وحدثني أنه قد يكون هناك ضرر أمني لما تحدثت به في تفاصيل العملية. عندي بعض الأسئلة التي جاءتني في هذا الأمر، أنك يعني كشفت كثيرا من الأسرار للإسرائيليين وسببت ضررا كما يقول بعض الذين كتبوا، أو ربما تسبب ضررا لكتائب القسام. نعم، هو الذي تكلم بهذا يعني لا يدرك حجم الحقيقة، أنني لم أتكلم نهائيا بأي معلومة غير موجودة عند القضاء الصهيوني أو عند جهاز المخابرات الصهيوني. يعني كل ما أدليت به معروف، هو معروف عندهم، وفي لم تدلي بأي أسرار غير معروف نهائيا نهائيا. لكن في حاجة أنت قلت لي أنك أول مرة تدلي كنت تتكلم عنها، هي موضوع قضية الهروب من السجن. قضية الهروب هي قضية داخلية لا تضر الأمن، يعني بمعنى لا تضر أحدا ولا تسبب ضررا لأحد، لأنها قضية داخل السجن. كل مخابرات السجن يدركوا من الذي حفر ومن الذي هرب ومن الذي حاول أن يهرب وإلى آخره، لذلك لم تضر أحدا في هذا الأمر. أيضا معلومة هي أنت أصررت علي في الحلقات لموضوع البلاطة. أنا موضوع البلاطة ده مهم لأن مش دخل دماغي إلى الآن 20 في 20. وأنت صادق في ذلك. طيب الحمد لله. أنا أخطأت التقدير حقيقة، اتصل بي أحد مهندسي. أكيد بلاطة 40 في 40. لا طيب. هو أيضا مش 40 في 40، البلاطة كانت 30 في 30. أخبرني يعني هو يعني أحد مهندسين الهريبي قال لي أنت نسيت أن البلاطة 30 ونحن خلعنا البلاطة 30 في 30. وأيضا قال لي المعلومة الجديدة أنه إحنا أيضا يعني ممكن خدوا 10 سنتي كمان. نعم، من يعني من البلاطة 40 سنتي يعني معقول يعني من البلاطة الأخرى. نعم، وهذه طبعا أعدلها وأصححها. أيضا هناك بعض الصور التي عرضت للأسماء التي ذكرتها، يعني أبرزها كان الأخ المجاهد هاني جابر الذي طعن ضابط. دي مسؤوليتنا الفنية مش نعم مسؤوليتك. نعم، هي هذه الصور هذه اللي وجدناها على من خلال على البحث. جوجل. أو الأخ المحرر الأسير المحرر خضر بشارات أيضا عرضت صورة غير صورتي. هاي احنا حاولنا نجيب صور ليهم حتى نصوب لما لم نستطع، لكن للأسف لم نجد. لم نستطع ذلك. هل هذا كل ما لديك؟ نعم، هذه هي بشكل سريع الملاحظات التي أنا وصلت. عندي خالد حلمي بيسأل، أنا عندي أسئلة وعندي تعليقات وعندي أسئلة جديدة كمان وصلت اليوم. خالد حلمي بيسأل، ما هي أسرار نجاح كتائب عز الدين القسام وصمودها رغم التحولات الكثيرة الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة في الفترة الماضية؟ لا شك أن نجاح كتائب عز الدين القسام وصمودها هو من نجاح شعبنا وصموده على أرضه. وأبرز أسباب هذا النجاح هي الإيمان بالله أولا، ثم الإيمان بالحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الإيمان أننا واجب علينا أن ندافع عن مقدساتنا وعن مسجدنا الأقصى وعن بلادنا وعن أرضنا وأن ندافع عن أبناء شعبنا. هذا الإيمان هو الذي يعطي الدافعية لتحقيق المعجزات ولتحقيق الإنجازات وللصمود على هذه الأرض. وأيضا هناك سبب مركزي هو صمود الشعب الفلسطيني، هذه الحاضنة الكبيرة لكتائب عز الدين القسام التي تحتضن المقاومة بكل فصائلها وتدافع عن هذه المقاومة وتقدم الأبناء والبيوت والزوجات والأمهات وكل ما يملك هذا الشعب يقدم دفاعا عن هذه المقاومة. وسبب أيضا مركزي هو وقوف الأمة ووقوف أحرار العالم مع هذه المقاومة ومع حق شعبنا في الدفاع عن أرضه. عمرو سلامة القزاز أسير مصري محرر، ما في أسرى في مصر الآن أكيد. للأسف في السجون السيسي، يقول 11 حلقة عشتها مع الأسير المحرر عبد الحكيم حنيني في حلقات شاهد على العصر التي قدمها أحمد منصور، دقيقة بدقيقة عشت معه مغامراته في سجون اليهود وتخيلتها في سجوننا نحن المصريين. حقيقة أغلب مصطلحاته تقريبا مطابقة لما في السجون المصرية. تخيلت مغامراته سواء في محاولات الهروب أو النقاش مع سجانيه أو محاولات التهريب، تخيلت كل ذلك لأني عشت كل ذلك بتفاصيله الدقيقة. حتى التأديب هو نفسه عندهم، ما يحدث في سجون الصهاينة هو ما يحدث
في سجون السيسي. عندي أمير أبو حياة أيضا في تعليق بيقول: شاهدت كامل الحلقات، لا تسأل كم دمعة ظرفناها، لا تسأل كم بسمة في وسط هذا الألم المرير. أتمنى أن تنقل لضيفك الغالي الأخ عبد الحكيم رسالة من القلب: بكم نفخر يا عزيز على القلوب، كنت خير لسان لآلام الأسرى، أنتم من نحب ونحترم. وأنا كله أحبه الله إن شاء الله، وأحب كل شعوبنا إن شاء الله رب. شادة محمد بتسأل: ما العدد المطلوب من الأسرى الصهاينة الذين يمكن استبدالهم بأسرى فلسطينيين؟ عشان كل عايزة كل الأسرى يطلعوا، فعايزة كم أسيري؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله رب العالمين. ثقتنا بالله أولا، ثم ثقتنا بمقاومتنا في فلسطين أن تكثر من هؤلاء الأسرى حتى لا يبقى أسيرا في سجون الاحتلال إن شاء الله. تحية من المغرب. الحقيقة لا أريد أن أقول لك، الرسائل من كل العالم، من كل الدنيا، من أسيا، من إفريقيا، من أمريكا الجنوبية، من كل مكان، الناس يعني شعرت بشيء من الزهو في وسط هذا اليأس الذي تعيشه الأمة. وعندي عبد الناصر الجندي يسألك: كيف يمكن تصحيح الصورة المشوهة التي ينقلها الإعلام العربي عن كتائب الشهيد عز الدين القسام وحركة حماس؟ هي أن يلاحظ كل أحرار العالم وكل أمتنا وكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية أن يدققوا في الحقيقة وأن يتابعوا الحقيقة من الإعلام الصادق ومن الحقائق الواضحة على أرض الواقع، كيف أبناء شعبنا ومقاومة شعبنا تصمد على أرض فلسطين رغم الحروب المتعددة والمتلاحقة ورغم هجمات المحتل المجرم في فلسطين. عندي دانيا أشرف بتسألك: هل جماعتك في السجن زنزانة واحدة أو سجن واحد مع حسن سلامة البطل الفلسطيني أو البرغوثي؟ طبعا كلاهما يعني عزيز على قلبي، الأخ المناضل مروان البرغوثي جمعني وإياه سجن هدريم أشهر طويلة، الأخ حسن سلامة فك الله أسرهم جميعا، طبعا الأخ المجاهد جمعني وإياه قسم 12 سجن عسقلان أيام طويلة أيضا في زنازين قسم 12. أيضا إن كانت تقصد عبد الله البرغوثي، أيضا عبد الله البرغوثي يعني لم يحالفني الحظ أن التقيت به، لأن معظم اعتقاله كان في العزل الانفرادي. حسن سلامة يعني صدر تشريع خاص من الكنيسة الإسرائيلية فيما يتعلق بعزله. دانيا بتقول لك: هل يمكن أن تحدثنا بشيء عن حسن سلامة وبطولاته؟ حسن سلامة باختصار هو من قاد، هو وإخوانه محمد أيمن الرازم وأكرم القواسمي وكل شهداء وكل العمليات الأربعة التي كانت انتقاما لاستشهاد المهندس يحيى عياش رحمه الله، فكان هو وإخوانه من لقنوا هذا المحتل المجرم كيف يكون الرد على اغتيال قادة كتائب عز الدين القسام. يعني باختصار هذا ما قدمه هذا البطل وإخوانه العظماء إلى أبناء شعبنا وإلى أمتنا. محمد تنجاوي بيسألك: ما هي أوضاع الأسرى بعدما يخرجوا من السجون؟ هل يعني كيف يتدبرون معيشتهم وحياتهم في وسط هذا الوضع، لا سيما الذين يعودون إلى بيوتهم في الضفة وغزة؟ لا شك أن هذا الجانب من فضل الله تعالى مغطى من حركات المقاومة الفلسطينية، وأيضا تساعد في ذلك السلطة الفلسطينية عبر وزارة الأسرى. هناك يعني يفرض لهؤلاء ويخصص لهؤلاء رواتب حسب سنوات مضيهم، فيتساعد في ذلك السلطة الفلسطينية وحركات المقاومة لتوفير العيش الكريم لهؤلاء الأبطال ولعائلاتهم. عندي كعبول عبد الغني بيقول لك: كيف تنظر إلى مستقبل المقاومة الفلسطينية في ظل الظروف والحصار القائم عليها الآن، لا سيما المواقف السياسية الإقليمية والدولية التي تقف ضد المقاومة؟ رغم قساوة الظروف التي تحياها مقاومتنا الفلسطينية، إلا أن الأمل بها بإذن الله تعالى كبير جدا، وذلك مرة أخرى لأن هذه المقاومة تنغرس في أرضها وتنطلق من وسط أبناء شعبها، فهي قوية بربها ثم بأبناء شعبها وبأرضها، فلا قلق ولا خوف على المقاومة،
بإذن الله تعالى. فهد المناصرة وعشرات مثلها يقولوا أبكان ضيفك كثيرا، أبكيت كثيرين أنت يعني، لكن نحن نشعر بالعجز، ما هي الوسائل التي يمكن لنا أن نقوم بها لمساعدة إخواننا الأسرى وعائلاتهم؟ لا شك أن هناك الكثير يمكن لأبناء هذه الأمة وأحرار هذا العالم أن يقدموا لهذا الملف الإنساني، وأبرز ما يقدم لهذا الملف هو العمل الجاد لإيجاد مؤسسات قانونية حقيقية تتابع هذا المحتل المجرم في العالم وفي محكمة وفي المحكمة الدولية، حيث يجب أن يفرض على هذا المحتل المجرم أن يعامل هؤلاء الأسرى كما هي تنص اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة في حق أسرى الحرب. فالعدو المجرم ما زال يعامل الأبطال كإرهابيين وكمجرمين، لذلك يجب أن تبذل كل الوسائل القانونية من أجل إدراج هذا الموضوع على سلم أولويات المحكمة الدولية، ويجب أيضا على السلطة الفلسطينية بعد قبول فلسطين اليوم عضوا في هذه المحكمة أن تسارع وتبادر هي وكل القانونيين وكل أحرار العالم من يساند هذا الملف في وضع هذا الملف على سلم الأولويات. وأيضا ممكن الدعم المالي لأبناء وعوائل هؤلاء الأسرى ممكن أن يقدم لهم الشيء الكثير أيضا. عندي فريد حمدادو وبنكول عبد الحافظ وغيرهم أيضا يسألون عن العلاقة بين كتائب الشهيد عز الدين القسام والمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. نعم، هي العلاقة كأي علاقة حركة مقاومة في العالم أو حركة تحرر وطني، العلاقة واضحة جدا. هناك قيادة سياسية هي من تملك القرار السياسي، وهي من تصدر القرارات، وهي من تفاوض، وهي من تبني العلاقات مع الجميع. وأما دور المقاومة وكتائب عز الدين القسام هي الصمود على الأرض ومقاومة هذا المحتل ومجالدته وحربه واستنزافه ما استطاعت. أنا عندي كثيرين بيقولوا أنك لم تتعرض إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام في غزة، وطبعا لأن أنت كنت في الضفة وشهدت على ما عايشته وما قمت به في الضفة الغربية، لكن إن شاء الله يكون لكتائب الشهيد عز الدين القسام في غزة شهادة أخرى مع أحد المؤسسين لها إن شاء الله في الفترة القادمة. أردت أن أوضح هذه المعلومة لأن كثيرين يعني يعتقدوا أن الشاهد هو يتحدث عن كل شيء، وأنا أؤكد للجميع الشاهد يتحدث عن شهادته وعن دوره فقط، ولا نقحمه في أمور أخرى إلا إذا كان على دراية بها. جمال محمود بيسأل هل كل الأسئلة تصل إليك إلي أنا أحمد منصور وأقرأها؟ طبعاً أتابع كل شيء وأقرأه وأقضي الوقت الطويل فيه وأصنفه، يعني لا تقلق من هذا لا شيء قدر المستطاع إلا وأطلع عليه. أسماء سليمان الفهام بتقول لك نقبل التراب الذي تخطه أقدامكم، أنتم أشرف من أنجبتم في فلسطين، ونحن وغيرها كثير يعني. ولها ولكل الإخوة سلاماتنا وتحياتنا، وهذا يعني من أصالة أمتنا وأبناء أمتنا. الحقيقة الآلاف يطلبون مني أن أقبل رأسك، أنا أعود أقبل رأسك. لا يوصلك يعني. بارك الله فيهم جميعا، بارك الله فيك أخي أحمد، واعتبروها وصلت يعني. أنا عندي كثير من الأسئلة أيضا يسألون عن الاستشهاديات. نعم. الاستشهاديات هل فقط كان هناك استشهاديين من حماس ومن الجهاد ومن فتح ومن غيرها، ولا فقط كانوا كلهم رجال؟ لا طبعا للمرأة الفلسطينية الدور الكبير في المقاومة، ويثبت ذلك للاستشهاديات وللمقاومات، ويدلل على ذلك وجود أسيرات حرائر ما زلنا يقبعن في سجون الاحتلال. هناك 22 أخت ما زالت تقبع في سجون الاحتلال في مقابر الأحياء. أما أبرز الاستشهاديات الحجة الكبيرة فاطمة النجار رحمها الله، حجة كبيرة أمنا كانت إحدى الاستشهاديات البطلات، أيضا هنادي جرادات من أخواتنا في حركة الجهاد الإسلامي، الأخت آيات الأخرس من إخواننا في حركة من أخواتنا في حركة فتح، أختنا أيضا دارين أبو عيشي، وهناك الكثير
يعني لا، لو ذكرت قصة واحدة أو اثنين منهن في، يعني ما زلت يعني أكثر شيء ترك في أثر يعني في نفسي أثرا تلك العجوزة الطيبة الكبيرة السن، أمنا فاطمة النجار التي فجرت الحزام في جنود الاحتلال وهي حجة كبيرة. يعني هذا طبعا كان مفاجئا جدا لجنود الاحتلال أن تقدم هذه الحاجة الكبيرة على مثل هذه العمليات. وهذا طبعا يعني يدلل بشكل قطعي على يعني على ما يواجهه أبناء شعبنا من هذا المحتل المجرم، ويبذل هذا الشعب كل ما يستطيع في مواجهة جنود الاحتلال. الأم الفلسطينية، وقد أفرضنا لها حيزا، ولكن يعني كلما قرأنا عن الأم الفلسطينية أو أدركنا شيئا من بطولتها نشعر وكأنها يعني خلقت من نفحة ملائكية خاصة فيما تقوم به. ما هذا السر الموجود في الأم الفلسطينية والغير موجود في أماكن أخرى؟ يعني أنا يعني بعد إذنك أخي أحمد أستوقف، قبل أول يوم السبت الماضي شهدت وبكيت على أمنا جميعنا، أم الأسرى الأحرار، أم ناجي أبو حميد التي لها 4 أسرى من أبناء حركة فتح في سجون الاحتلال. هذه الأم التي جاءت على شاشة التلفاز وهي تتحدث، 4 أبناء لها في سجون الاحتلال، طبعا كانوا 7 كلهم، وهي تصف وتتحدث كيف توفي أباهم وهم يعني في سجون الاحتلال. هذه الأم كانت صابرة صامدة محتسبة تحتسب الأجر والثبات من الله سبحانه وتعالى. فمرة أخرى إيماننا بالله، إيمان أمهاتنا بالله أولا، ثم إيمان أمهاتنا بعدالة هذه القضية، هو من يعزز هذا الصبر وهذه الدافعية لتحمل هذه الآلام التي حقيقة تنوء الجبال عن حملها. فتحية للأم ناجي حميد ولكل أمهاتنا الفلسطينيات. القضية هنا هي أن الأمر ليس مقتصرا على جيل واحد من الأمهات، وإنما هي أجيال تسلم إلى بعضها البعض، أجيال من الأمهات الفلسطينيات، حتى نرى شابات فلسطينيات صغيرات يعني يستشهد أبناؤهن سواء في الهجمات الإسرائيلية أو في غيرها، وتجد نفس الأداء البطولي الذي تؤديه الأم التي لها أبناء كبار في السجون. لا شك مرة أخرى الأم الفلسطينية هي حقيقة أم مثالية مضحية. إن الأم التي تودع ابنها من محمد فرحات رحمه الله وتقبله وهو ذاهب وتعلم يقينا أنه ذاهب ليستشهد، هذه الأم لا نملك إلا أن نقدم لها كل التحية وأن نقبل يديها على هذا الأداء المعطاء. عندي علاء أسي بيقول لك تحية من بلدة لقيا غرب رام الله. بيت لقيا. نعم. يعني هو بلدياتك وبعت لك تحية. الله يرضى عنه. وبيدعو لك لأبناء شعبنا. عندي عبد السلام سمارة بيقول إن سهر التمام رحمه الله قبل عملياته الاستشهادية بشهرين قام بدهس مستوطنين وقتلهم في قريتنا اللبن الشرقية. اللبن، نعم. اللبن. وهذا ذكرناه في شهادتنا رحمه الله، أول استشهادي. الشهيد البطل يعني صحيح. كل فلسطيني الآن بيتذكر كل بطل عمل في قريته عملية أو عمل أو قتل جندي أو شيء من هذا القبيل، يعني الناس تروي لبعضها البعض ولا تنسى يعني. نعم. الأسير عماد القواسمي رزق بطفل قبل أيام فرج الله قربه. هذا محمد أبو صافية. احنا طبعا من كل اخونا الحبيب عماد، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده ان شاء الله. اخونا عماد من الاسرى الابطال الذين قدموا كل ما يملكون. يعني انت كلمتنا طبعا عن موضوع الاسرى وازاي انتزعوا بالقوه قضيه، يعني انهم رغم انهم اسرى لكن بطريقه ما يتواصلون مع زوجتهم بالتهريب النطف ان شاء الله ربنا. هناك حقيقة من فضل الله تعالى العشرات منهم كهروا السجان وأنجبوا من فضل الله تعالى، نبارك لهم جميعا. كما قلت لك كثيرون وأنت وضحت هذا الأمر، يقولون إن بالذات يعتبرون أنك ذكرت كثيرا من الأسرار وأنت وضحت هذا الأمر، ويقولون أن قصة الهروب، طبعا في عشرات من قصص الهروب شبيهة بقصصكم وكثير منها نجح، و
أرسل لي بعض الذين قاموا بمحاولات للهروب ما نشرته الصحف الإسرائيلية عن محاولاتهم للهروب. هو يقول أنك بما ذكرته ربما تمنع كثير من الأسرى من تكرار محاولات الهروب بعد ذلك. اسمح لي أسمع منك التعليق بعد فاصل قصير. نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة ردود الأفعال على شهادة عبد الحكيم حنيني أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام وأحد الأسرى المحررين على العصر. فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود. نحن معكم على الهواء مباشرة مع عبد الحكيم حنيني أحد الأسرى المحررين وأحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام حول ردود الأفعال فيما جاء في شهادته على العصر. ما تعليقك على هذا يا أبو حذيفة؟ يعني بداية العدو أو إدارة مصلحة السجون هي يعني كما عودتنا دائما تتعلم الدروس من كل حدث يحدث هناك. لذلك على يعني أنا أذكر لكن الأسرى برضو لا يتوقفون عن التفنن نعم. واختراع وسائل جديدة. يعني أنا ما زلت طالما أنكم العقل يعمل 24 ساعة نعم والتاني 8 ساعات. يعني ما زلت أذكر كلمات أحد ضباطهم عندما قال لي مشكلتنا أننا لا نستطيع أن نتغلب عليكم على عقولكم. أنتم تعملون 24 ساعة في اليوم، كيف تواجهنا ونحن نعمل 8 ساعات فقط وقت الدوام. لذلك مهما بذلوا يبقى إن شاء الله رب العالمين ثقتنا بالله أولا ثم بإخواننا في سجون الاحتلال أن يبدعوا باستمرار طرق وأساليب جديدة إن شاء الله. رغم أني أعد حلقة خاصة عن يوم الأسير الفلسطيني إن شاء الله خلال أسبوعين، لكن أيضا سأشرك بعض الذين لهم دور في متابعة قضايا الأسرى. لكن قبل أن أعطي المداخلة لتوفيق أبو نعيم، أعطيها لتوفيق وبعدين عندي سؤال لك. توفيق أبو نعيم معنا من غزة، رئيس رابطة الأسرى المحررين في غزة. توفيق معنا؟ نعم أسمع. كيف حالك يا سيدي؟ حياك الله أستاذ أحمد. ما تعليقك على ما جاء في شهادة عبد الحكيم حنيني؟ احترام وتقدير. شكرا لك ولضيفك الكريم. بارك الله فيك. أرضى عنك. تفضل يا سيدي. نسمعك، تفضل. نعم. توفيق، ما تعليقك على ما جاء في شهادة عبد الحكيم حنيني؟ حقيقة الأستاذ عبد الحكيم حنيني هو من قيادة أحد قادة الحركة الأسيرة أثناء الاعتقال، وهو مطلع وقد ألم بجميع قضايا الأسرى، خاصة أنه كان من الذين باشروها وعالجوا الطلبات وآلام وأوجاع الأسرى، وهذا ترك لديه رصيد كبير جدا مما جعله يغطي تقريبا كل ما نظرنا إليه من داخل الأسر. وكنا نود أن تكون هذه الشهادة نسمعها ونحن داخل السجون، وكم تمنينا أن يكون هناك أخ قد أمضى فترة طويلة جدا في الأسر ليطلع العالم على ما نعانيه داخل الأسر وما عانيناه. توفيق، هل لديك ما تضيفه؟ الحقيقة أن الأخ عبد الحكيم قد غطى كافة الجوانب مشكورا على ذلك، وأعتقد أن من حرم مشاهدة هذه الحلقة هم الأسرى داخل السجون والذين كان هو يمثلهم في هذه الرسالة. وكم تمنيت أن يكون إخواننا داخل الأسر شركائنا في مشاهدة الأخ الأستاذ عبد الحكيم حنيني، لأن قناة الجزيرة ممنوعة في السجون الإسرائيلية الآن. حقيقة نعم، نحن في إضراب 2000 تم تحقيق هذه القناة، تحقيق بث هذه القناة في السجون، وحرمنا منها بعد حرب الفرقان. وقد قمت بتقديم شكوى للمحكمة العليا أنا وبث القضية فيها، ولكن الحمد لله رب العالمين أفرج عنا وبقيت القضية معلقة في القضاء. والحقيقة أن من حرم مشاهدة هذه الحلقة هم أصحاب المعاناة داخل السجون، وكانت هذه الرسالة عظيمة جدا من الأستاذ عبد الحكيم حنيني، ومشكورة جزيرة على تغطية هذه الحلقات، وأنت بارع جدا في إدارة الحلقة. شكرا. وهذا ليس ثناء عليك ولكنها الحقيقة التي نقولها للأستاذ أحمد، خاصة وأن أسرى كانوا يتمنون أن يكون هناك حلقة تقوم ببث أوضاع الأسرى داخل السجون بشكل حلقات حتى يطلع العالم على
معاناة أسرانا داخل السجون بما فيها من آلام، كما أن الأخ الأستاذ عبد الحكيم حننة أطلع العالم على أن هذا الواقع المظلم جعل منه الأسرى منارة لمن عاش فيه. توفيق أبو نعيم رئيس رابطة الأسرى المحررين في غزة، أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله قريبا نجري حوار مع من تبقى من الأسرى بعد أن يتم الإفراج عنهم إن شاء الله قريبا. أبو حذيفة، عندي أسئلة كثيرة تسأل عن أعداد الأسرى، هناك تضرب في الأعداد وزيادة وتزيد، هل لديك إحصائيات أخيرة؟ نعم، هي يعني أعداد الأسرى دائما تتراوح حسب الاعتقالات. آخر إحصائية وصلتني اليوم الأعداد الأسرى في سجون الاحتلال 5600 أسير، منهم 230 طفل، 230 طفل في زنازين الاحتلال، منهم 22 أخت صابرة مصابرة، منهم 500 أسير إداري بدون محاكمات. وأنت تكلمت عن معاناة الأسرى الإداريين. نعم، منهم 1700 موقوف ما زالوا ينتظرون المحاكمة، منهم كل دول من ال 5000. من 5000 العدد الإجمالي، يعني العدد الإجمالي 5000 فقط. 600 نعم، معنى كده الحمد لله العدد نزل، كان 10000. نسأل الله أن ينزل قريبا إن شاء الله أكثر وأكثر. الكل بينتظر ما سوف يمكن أن تعلن عنه كتائب القسام. يا رب يا رب، إن كان لديها أسرى أو قتلى من الإسرائيليين. نسأل الله أن يرزقهم إن شاء الله حرية كريمة عزيزة قريبة إن شاء الله. منهم حوالي 470 أسير محكومين مدى الحياة. 470 مدى الحياة، دي في أحكام مدى الحياة كبيرة. نعم جدا. نعم، أنا عندي هنا أسامة علان بيقول من الأحكام العالية إبراهيم حامد 54 مؤبد من سلواد. نعم، ولم يأتي الذكر عليه. هو من أحد أبطال كتائب عز الدين القسام، وهو من الأحكام العالية جدا، هو وإخوانه أيضا وغيره. هناك من ضمن الأسرى أخي أحمد 8 أسرى أمضوا أكثر من 30 عاما في سجون الاحتلال. معظمهم من أسرى الداخل فلسطين المحتلة عام 48، أمثال كريم يونس وماهر يونس، إبراهيم أبو مخ، رشيد أبو مخ، وليد دقة، إبراهيم بياتسي، أيضا أخونا محمد الطوس، أيضا أخونا سمير أبو نعمة. هناك الكثير من الأسرى الذين أمضوا، تخيل، فوق أكثر من 30 عاما. أكثر من 30 عاما. أخونا نائل البرغوثي اعتقل مرة أخرى بعد الإطلاق سراحي في صفقة وفاء الأحرار. وأنت تحدثت عنه في نعم. الشيخ محمد أبو طير أمضى أكثر من 30 عاما متفرقات، ما زال يقبع لغاية الآن أيضا في سجون الاحتلال. غدا تنطلق في بيروت حملة للتضامن مع الأسرة، وأنا الآن معي على الهاتف فهد حسين، هو المنسق العام لحملة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين التي تنطلق غدا في بيروت. أخ فهد تفضل. يا أخ فهد، السلام عليكم. عليكم السلام، ما هدف الحملة وما يمكن أن تقدمه للأسرى في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها؟ أولا تحية لك أخ أحمد، وتحية لضيفك العزيز. هذه الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى أمام هذا الواقع الذي قدمه أخونا عبد الحكيم، كان لابد من إيجاد مظلة واحد الجود المذولة للتضامن مع الأسرة، فكانت الحملة الدولية للتضامن مع الأسرة في جنوب الاحتلال، وهي حملة ترعاها مؤسسات ولجان فلسطينية وعربية وإسلامية في عدد من الدول. هذا يعني هذه الحملة فهد، هذه الحملة هي نتاج وولادة لشهادة عبد الحكيم حنيني، أم كانت هناك ترتيب قبلها؟ لا، هي ولادتها منذ 3 سنوات حقيقة. بدأناها في الحملة الأولى، يعيشون كل يوم، تعيشون كل لحظة، وهي نتكلم عن الحرية ونتكلم عن التضامن مع الأسرى، لأننا لا نستطيع أن نفعل شيء للأسرى أكثر من التضامن. نعم، لا الدعم ولا الإفراز، لأن هذه مهمة أخرى. فهذه الجمعيات وهذه المؤسسات اجتمعت لتقدم للأسرى ما تستطيع من تضامن من خلال نشر قضية الأسرى، توعية الناس حول الأسرى، دعم المعنوي للأسر الأسرى من خلال الرسائل، من خلال التضامن والوقوف معها، نشر القضية في كل المؤتمرات والمحافل، من ماليزيا، كنا في ماليزيا في مؤتمر، إلى تركيا في مؤتمر، إلى جنيف تقدمنا برسالة لمدة دقيقتين وكانت عن الأسرى. وأعتقد أننا يعني أنجزنا في هذا اللقاء أمر مهم جدا، حيث بينا فضائح وانتهاكات العدو الإسرائيلي للأسرى، وماذا نريد نحن من المجتمع الدولي للوقوف مع هؤلاء الأسرى الذي تنتهك يعني حقوقهم المدنية والإنسانية. فهذه مهمة هذه الحملة، وأنتجنا حقيقة معرض رسومات مفرد من نوعه
يتكلم عن قصة الأسير من البداية إلى النهاية. هل هناك صدى لما يعني تقومون به في ظل أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الحقوق الدولية والمنظمات الدولية ولا تنصت لأحد وتفعل ما تريد؟ دولة متمردة على كل القوانين الدولية. نعم هذا صحيح، وهذا لا يثنينا على أن نسعى لنشر قضية الأسرى بين العالم الإسلامي والعالم العربي، ولن يحبطنا هذا الأمر لأن سنصل إن شاء الله كما حصل في ردود الفعل أيام غزة في الحرب أن وقفت الشعوب حتى الأجنبية الأوروبية، فنحن نسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من الناس حتى نغطي هذا التضامن وحتى نفضح ممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، فليعطي القانون الدولي ما يشاء لأننا نحن نؤمن بأننا سنصل لأن نحاكم هذا العدو على كل جرائمه التي سبقت. هذه الحملة التي تنطلق غدا في بيروت، هل دعيتم لها منظمات دولية أم هي فقط جمعيات فلسطينية التي تشارك فيها؟ لا لا، هناك جمعيات كثيرة غير فلسطينية من تركيا، من ماليزيا، من المغرب العربي، الصومال، نيجيريا، زنجبار، كثير من المؤسسات في هذه الدول تشارك معنا، ونحن سندعو الطليب الأحمر الدولي للحضور في هذا المؤتمر إن شاء الله، ونحن ندعو كثير من المؤسسات وسنصل لأكبر عدد ممكن من المؤسسات إن شاء الله. كل سنة تزداد هذه الحملة توسعة، وبإذن الله سنرفع صوت الأسرى عاليا في كل المحافل بإذن الله سبحانه. فهدي حسين، المنسق العام للحملة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم أو حملاتكم التي تنطلق غدا في بيروت. واسمح لي أيضا أن يعني أقدم له الشكر هو وإخوانه جميعا، ونوجه نداء حقيقة إلى أبناء أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية أن يقفوا، وإلى أحرار العالم أيضا أن يقفوا مساندين لهذه الحملة وأن يشاركوا وأن ينشروا هذه المعاناة قدر ما استطاعوا. أنا كثير من المشاهدين يقولون إنهم ربما التحقوا مؤخرا بمشاهدة الحلقات، ولكنهم كانوا يرجعون إلى موقع الحلقات على الإنترنت، سواء على موقع البرنامج أو على الفيسبوك، على مواقعنا المختلفة أو على اليوتيوب، حتى أن أحدهم يقول أنه كان يقضي الليل كاملا حتى يعني يتابع ما فاته من حلقات. في سؤال يتعلق بتكنيك المقاومة، بيقول كيف تستطيع كتائب القسام أو استطاعت في حربها الأخيرة والتي قبلها أن تحقق صمودا وانتصارا على الإسرائيليين رغم عدم وجود غطاء جوي لديها؟ ما سر هذا الصمود الموجود لدى كتائب القسام ولدى المقاومة بشكل عام؟ سر الصمود والإيمان بالله، ثم الإيمان بالقضية، ثم الإعداد، ثم الإعداد، وبذل كل ما هو مستطاع من أجل مواجهة هذا العدو. وأحسنت المقاومة وأبدعت كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة الأخرى من كافة الأجنحة المقاومة، أبدعت في هذا الإعداد في قطاع غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الفصائل هذا الجهد وهذا الإعداد في ضفتنا الغربية إن شاء الله وفي بقية فلسطين. عزوز الفلاحي يسأل، هل كتائب القسام على استعداد دائم لصد أي هجوم إسرائيلي أم أنكم تأثرتم بالحصار المفروض من قبل حكومة السيسي عليكم وكذلك استمرار الحصار الدولي على غزة؟ القسام ومعها كل فصائلنا المقاومة ومعها أبناء شعبنا الفلسطيني كامل سيبقى على الجهوزية العليا في مواجهة أي عدوان صهيوني على أرضه باستمرار دائما، لن يكلوا ولن يملوا حتى طرد وكنس هذا المحتل عن أرضنا. عبد الرحمن الرفاعي يسأل، كم عدد كتائب الشهيد عز الدين القسام المعلنة على الأقل؟ بالآلاف في قطاع غزة على الأقل يعني. براء أبو جهاد يسألك، ما هي الوسائل التي كنتم تستخدموها مع الإسرائيليين للضغط عليهم لتحقيق مطالبكم، رغم أنك أوضحت شيئا من هذا ولكن لو أجملتها، أوضحت في الشهادة ولكن لو أجملت الوسائل التي كنتم تستخدمونها للضغط على مصلحة السجون لتحقيق المطالب التي كنتم تطالبون بها؟ كنا عبر نضالنا السلمي بالإقناع، ثم نستخدم أمعاءنا للضغط على هذا العدو المجرم، وأحيانا كان البعض يضطر إلى استخدام القوة لأن هذا المجرم لا يفهم إلا لغة القوة عبر الطعن بالأدوات الحادة أو بالضرب أو غيرها من هذه الوسائل. عندي محمد
الديح بيقول كيف تنظر إلى مستقبل الضفة الغربية؟ وعندي سؤال تاني من أسامة سمارة، ما نصائحك لأبناء الحركة الإسلامية في الضفة الغربية لمواجهة التضييق عليهم من قبل أمن السلطة؟ رغم الظروف الصعبة التي يحياها أبناء شعبنا في ضفتنا العزيزة الحبيبة، إلا أن هذه الضفة ستبقى بإذن الله هي ضفة الشهداء، ضفة المقاومين بكل فصائلها وبكل كتائبها إن شاء الله رب العالمين. أملنا بهم كبير أن يتحركوا، أملنا من إخواننا في السلطة الفلسطينية بعد أن سد أمامهم كل وسائل التفاوض أن يتوجهوا إلى الحل الوحيد لكنس هذا المحتل وهي حل المقاومة. أملنا إن شاء الله سيبقى كبيرا في ضفتنا وفي أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل أن يبقوا على عهد المقاومة إن شاء الله، وأن يبقوا يسطروا لهذه الأمة إن شاء الله آيات التضحيات والعطاء. أسماء السعيداني تسأل عن الاستشهاديات، وانت تحدثت عن الاستشهاديات، ويمكن للمشاهدين الدخول على الانترنت للكتابة عن الاستشهاديات القسميات وغيرهن، يمكن أن يجدوا كثير من المعلومات عنهم. وإحنا بنأمل أن تتاح الفرصة لتسجيل شهادة على العصر مع أسيرة فلسطينية محررة، ربما تعطينا المزيد من المعلومات. دعني بس أكمل فقرة قصيرة على إخواننا في الضفة الغربية، ندعوهم إلى التحرك، ندعوهم إلى التحرك، ورغم كل المعوقات الموجودة ندعوهم للتحرك لمواجهة هذا المحتل المجرم مهما كانت هذه الصعوبات. عندي رسائل من إيران، من المغرب، من الجزائر، من الصحراء الغربية، من كل العالم، ممن يشاهدون الحلقات. أنا عندي أسئلة غريبة جدا ما تستغرب لهاش، ولكن مش عايز أقول لك عشرات أو مئات، ولكن ربما الألاف يسألون عن كيفية الانضمام إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام. هي إن شاء الله يعني بداية في فلسطين، الجميع يعلم أنه يعني الانضمام هناك يعني شبه مستحيل وصعب جدا، ولكن أنا أقول استعدوا وجهزوا لكل شباب أمتنا العربية والإسلامية وإلى كل أحرار العالم، جهزوا أنفسكم بإذن الله النصر قريب إن شاء الله، ربنا يرزقنا هيك تحرك من كافة مواقع أمتنا العربية والإسلامية، نتحرك نحو فلسطين إن شاء الله، وذلك إن شاء الله يكون قريب. يفهم منك أن كتائب القسام هي تختار عناصرها وليس يعني أي شخص يمكنه الانتماء إليه. أكيد طبعا، أكيد هي تختار يعني مثل ما بقولوا في المثل الفلسطيني بميزان الذهب. وفاء العنتبلي بتسأل سؤال مهم الحقيقة، وهو يعني حتى الطفل الفلسطيني بيبهر العالم لما بيطلع يتكلم. الأم الفلسطينية يعني في مجتمع الآن بيعيش حالة من الحصار والكبت، ولكنه مجتمع كأنما نسج من نسيج واحد. وفاء بتسأل يعني كيف تربون أبناءكم في ظل الميوع الموجودة في تربية الأبناء في معظم الدول العربية الآن؟ كيف تربي المرأة الفلسطينية ابنها ليكون مقاوما واستشهاديا وبطلا في ظروف الآن يتم تمييع الأمة، سواء من خلال البرامج الماسخة التي تبث عبر الفضائيات والتي ينفق عليها المليارات بقصد للتمييع أو غيرها؟ كيف تستطيع أو استطاع المجتمع الفلسطيني والأمة الفلسطينية أن يحافظوا قدر المستطاع على أبنائهم ويربوهم هذه التربية؟ أنا أدعو كل الإخوة وإلى من يسألون هذا السؤال أن يشاهدوا بعض لقطات الفيديو لأطفال فلسطينيين، كيف يتم التنكيل بهم من جنود الاحتلال، وكيف هؤلاء الأطفال الأبطال يواجهون هذه الجنود بالقوة والصمود. أخي أحمد وإلى كل المشاهدين، باختصار الضغط الكبير والإجرام الكبير الذي يمارسه هذا العدو المجرم على أبناء شعبنا هو من يعزز هذه التربية، هو من يقوي هذه التربية. الأم الفلسطينية تربي أبنائها على حب الله، ثم على حب الوطن، ثم على التضحية من أجل هذا الوطن، ثم على التضحية للدفاع عن مقدساتنا، عن مسجدنا الأقصى. هكذا عرفنا أمنا الفلسطينية باستمرار. أسامة ملخصه بيسأل على يعني كما سألت هي، بيقول كيف لنا كرجال أن نصبح مثلكم أيضا في حماس؟ الإعداد ثم الإعداد ثم الإعداد إن شاء الله. ولكن اسمح لي أيضا في دقيقة أنبه وأطلب من
كل الإخوة القانونيين إن استطاعوا أن يتحركوا من أجل ذلك. يوم الجمعة نشرت صحيفتها أرتس الصهيونية خبرا إعلاميا مفاده أن الحكومة الإسرائيلية حكومة المحتل تنوي أن تطبق على الأسرى الفلسطينيين القانون الجنائي على الأسرى. انعكاس ذلك على الأسرى. طبعا هذا انعكاس كبير وخطير على الأسرى الفلسطينيين وعلى حياتهم وعلى التعامل معهم. يعني القوانين التي تطبق الآن هي قوانين الأسير وليست الأسرى. لا أسرى الحرب. هي لا يطبق قانون أسرى الحرب، ولكن الأسرى الفلسطينيين فرضوا بعض التعاملات على السجان عبر نضالهم الطويل. وإذا طبقوا هذا القانون فسيصبح الأسير المقاوم الفلسطيني يعامل كمعامل تاجر المخدرات وكمعاملة المغتصب وإلى آخره. فهذا نحذر به وندعو كافة الحقوقيين للتحرك لهذا دوليا وداخليا. نعم، دوليا وداخليا. في ختام الشهادة ماذا تريد أن تقول في دقيقة؟ نقول لأبناء أمتنا العربية والإسلامية جميعا أن تحركوا في هذه المعاناة الإنسانية، انشروها، تحدثوا عنها، ساعدوا في حلها، تحركوا قانونيا، تحركوا لدعم هذه القضية بكافة الوسائل. طبعا يوم الأسير الفلسطيني يوم 17 إبريل. نعم إن شاء الله. إن شاء الله حلقة 15 إبريل ستكون حول الأسرى، سنستضيف بعض الأسرى المحررين أيضا، ربما يضيف شيئا من المعلومات حول هذه القضية الإنسانية العالمية المهملة عربيا والمهملة دوليا بشكل كبير. عبد الحكيم حنيني أشكرك شكرا جزيلا، سأعطيك نسخة من هذا. ولك الشكر الجزيل أخي أحمد. ولا زالت ردود الأفعال تتوالى أيضا حول هذه الشهادة. شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيراً.